وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود وخطط الدوله في مجال الانتاج الزراعي لتحقيق اقصى كفاءه انتاجيه واقتصاديه ممكنه لموارد الدوله المتاحه في هذا القطاع وذلك من اجل تعزيز الامن الغذائي ودعم القدره التنافسيه للمنتجات الزراعيه المصريه محليا ودوليا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعه واستصلاح الاراضي والتجاره والصناعه لمتابعه منظومه الصادرات الزراعيه المصريه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، والسيدة نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه منظومه الصادرات الزراعيه المصريه، وقد وجه السيد الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدوله في مجال الانتاج الزراعي. بهدف تحقيق اقصى كفاءه انتاجيه واقتصاديه ممكنه لموارد الدوله المتاحه في هذا القطاع من اجل تعزيز الامن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجيه ودعم القدره التنافسيه للمنتجات الزراعيه المصريه محليا ودوليا وربط الانتاج الزراعي بالصناعات ذات الصله وتوفير المزيد من فرص العمل المباشره وغير المباشره في العديد من التخصصات وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية، والتي تشمل 350 منتجًا زراعيًا متنوعًا يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، في مقدمتها الدول العربية والأوروبية حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021، وبلغ حجمها حوالي 5.6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار. ولتصبح مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة. كما استعرض السيد وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة بنحو 250 ألف فدان وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين